السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحوال طيبة وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنعدل معكم شوربة من ألذ الشرب ومن من الشربات الصحية المعروفة عند الأتراك، هي شوربة العدس. كنحتاجوا لها في المقادير عندنا نص كيلو ديال العدس الأحمر اللي بهذا الشكل هذا، عندنا جوج جزرات مقشرين ومقطعين دوائر، بصلة مقطعة، وثلاثة ديال الدروس ديال الثومة، شوية ديال الملحة، يعني كنحتاجو لتر ونص حتى جوج لتر ديال الماء، ملعقة ديال الزبدة، كمون، كركم، ملعقة دقيق، فلفل أحمر، إبزار وفلفل أسود، وملعقة ديال النعناع ناشف أو الجاف. كناخدو طنجرة وكنوضعو فيها زيت الزيتون، ثم كنضيفو البصل مع الثومة ونشحرهم مزيان. كنبقاو نحركو فيه حتى كيتشحر مزيان، واحد 5 دقائق، ثم كنضيفو الجزر ثم كنضيفو التوابل، الفلفل الأسود والفلفل الأحمر، الكركم، الكمون، ملعقة ديال النعناع الجاف. كنبقاو نحركوه، ثم كنضيفو كناخدو العدس كنغسلوه مزيان او نقعوه واحد شوية في الماء، كنشفوه كنقطرو له من الماء، ثم عاد كنضيفوه للمقادير الاخرى. وحنا كنحركوه كنضيفو ملعقة ديال الدقيق، هاد الملعقة ديال الدقيق وملعقة الزبدة هما اللي كيخليوهم كيعطيه داك ليونة ملي كنطحنو، ثم كنخلطوه مزيان وكنضيفو الماء من لتر ونص حتى جوج ديال لتر ديال الماء. كنزيدو شوية ديال الملحة، كنخلطوه مزيان ونسدو عليه، كيبقى واحد 20 دقيقة حتى 25 دقيقة فوق النار. ملي كيطيب كنطحنوه بالطحان الكهربائي، مع هاد لاسوب غادي نرافقوه بواحد الخبز المتبل بالثوم والزبده والقزبره. كنقطعوا الخبز بهذا الشكل هذا، ثم كناخذوا ملعقه كبيره ديال الزبده تكون لينه بحراره المطبخ، كنضيفوا لها القزبر مقطع والثوم. يمكن لكم تضيفوا الثوم الطري، تحكوه فص او فصين ديال الثوم محكوك، صافي كنخلطوهم مزيان، ثم كندهنوا به الخبز من الجهتين. كناخدو اناء اللي غادي ندخلو الفران، كنستفو فيه الخبز ديالنا، وكندخلوه يتحمر من الفوق، من بعد كنقلبوه من الجهه الاخرى
حتى كيتحمر من الجهة الثانية. وهذا الخبز ديالنا ملي كيتحمر كيجي بهذا الشكل هذا، وكيكون منسم بالزبدة وبالثوم وبالقزبر طري. وهو المرافق ديال الشوربه ديالنا بالعدس. وكيف ما كتعرفوا بان العدس كيحتوي على قيمه غذائيه عاليه، فهو غني بالمعادن والفيتامينات المهمه للجسم. ومن بين الفوائد اللي كتعطي للجسم طاقه حيويه، وكتمنع الاصابه بالانيميا، وكتنظم مستوى السكر في الدم، وكتمنح طبعا الدفء في فصل الشتاء. كنتمنى ان تنال الوصفه الاعجاب ديالكم وتجربوها. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا جزيلا.